ليهم زميل العزيز أسامة أمان من استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ولقاءات خاصة مع حضراتكم. أهلا بك مرة تانية زميل العزيز أسامة، ماذا لديك؟ تحياتي لك مرة أخرى زميلي العزيز فتح الله زيدان ومشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. احنا لازلنا نتواصل معكم من استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وطبعا بعض اللقاءات مع الإعلاميين التوانسة أو التونسيين الموجودين في طبعا استاد 30 يونيو بيباشروا عملهم في التغطية الإعلامية الخاصة بالبطولة. معنا الإعلامي الأستاذ شاكر كنزالي، شاكر كنزالي طبعا اعلامي تونسي ومتواجد طبعا في البطوله. يعني شايف البطوله ازاي؟ شايف المنتخب التونسي ووصوله للدور قبل النهائي ومتابعتك للمؤتمر الصحفي النهارده؟ طبعا انا كنت حاضر مع المنتخب الوطني التونسي منذ انطلاق البطوله، جينا لمصر يوم 19، كنت في البعثه والطائره الخاصه اللي رافقت المنتخب الوطني التونسي لهنا الى مصر. طبعا المنتخب الوطني التونسي الى حد الان حقق الهدف نتاعه، ولا خليني نقول المطلوب منه قبل القدوم، باعتبار انه الهدف كان الترشح للدوره النصف النهائي، وهذا ما تم الاعلان عنه قبل الكان من الاتحاد التونسي لكره القدم وايضا من لاعبي المنتخب والاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. اليوم المنتخب التونسي موجود في دور النصف النهائي، اكيد مباراه السنغال كنا حاضرين في يعني الندوه الصحفيه للمدرب التونسي وايضا للمدرب المنتخب السنغالي. مع الحظوظ الحقيقه متساويه بين زوز منتخبات، ما نجموش نحكيو على افضليه لفريق ولا لمنتخب على حساب منتخب اخر في مثل هذه الادوار المتقدمه. وقت اللي تتقدم الادوار كل المنتخبات عندها نفس الحظوظ، يبقى فقط اللي باش يعمل الفارق هو من سيكون مركز أكثر في الميدان يوم المباراة، الفريق اللي باش يبحث على الانتصار أكثر، الفريق اللي باش يكون عنده احنا نقولوا بالتونسي الجرينتا، يعني الروح القتالية في الميدان. منتخب سنغالي معروف عنده لاعبين يلعبوا في أعلى مستوى من خلال البطولات الأوروبية، خاصة نتحدثوا على البطولة الإنجليزية. منتخب تونس عنده مجموعة وليس لديه لاعبين يعني بالتحديد اللي يعملوا الفارق، ولكن المجموعة متكاملة جدا، المجموعة تعرف تعمل، المجموعة نتاع منتخب تونس تأكد في كل مرة انه وقت اللي يكون يعني يكون في مباراة، خليني نقول مباراة في حجم كبير، المنتخب الوطني التونسي يؤدي احسن من اللي يلعب ضد فرق متوسطة ولا ضعيفة. استاذ شاكر، يعني رأيك في تنظيم البطولة حتى الآن في الإمكانيات المتوفرة والمتاحة من قبل طبعا اللجنة المنظمة من مصر في الاستادات المختلف؟ هو طبعا تحية لدولة مصر على تنظيم هذه الكأس الإفريقية، أول مرة في تاريخ القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي يتم تنظيم دورة ب 24 منتخب، هذا سيحسب لمصر ومش غريب على مصر. أكيد شفنا حتى بعد خروج المنتخب المصري من هذه الدورة كل الأمور التنظيمية الحقيقة ما هيش رمي ورود، ولكن أمنيا كانت الأمور متميزة إلى أبعد الحدود، أيضا تنظيميا على مستوى التنسيق بين الإعلام والاتحاد الإفريقي ولجنة التنظيم التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، كل الأمور مميزة. المنتخب الوطني التونسي أنا أكثر واحد نجم ربما معناتها الوحيد اللي نجم المنتخب معناتها أكثر حاجة نجم نحكيو عليها هو منتخب تونس، ما ريناش إلى حد الآن أي ملاحظة على مستوى التنظيم، كل الأمور متوفرة، نزول الإقامة، التنقل، المرافقة الأمنية، الملاعب، التدريبات، يعني كل شيء كان إلى حد الآن متميز، وهذا مش غريب على دولة مصر اللي مرة أخرى نحيوها على التنظيم هذا. أنتم مشرفينا ومنورينا وبنرحب بكم برشا دائما في أرض مصر. شكرا. كمان نتواصل معكم واحد الاعلاميين التونسيين السيد خالد شوشان اعلامي تونسي. يعني استاذ خالد طبعا يعني متواجد مع البعثه التونسيه من اول يوم في البطوله، اداء المنتخب التونسي بيتفوق من مباراه لاخرى، الثلاث مباريات الاولى كان الاداء فيها متوسط المستوى واقرب الى الضعيف، بعد كده الطموحات زادت بشكل كبير جدا، تفوق على غانا ومن ثم مدغشقر والوصول للدور قبل النهائي. خلينا نكون واقعيين، بالفعل هو مستوى المنتخب التونسي مش اقل يعني او قريب من الضعيف، هو ضعيف في الدور الاول الامان، لانه لم نتعود بهكذا مردود لتونس، والشعب العربي وكل افريقيا تعرف ما قيمه المنتخب التونسي الذي تاهل الى المونديال وقادم المونديال، يعني عنده فكره كبيره على الاجواء، ولكن ما رعنا والا في الدور الاول للامانه كان المردود باهت وباهت جدا، وكانه فما ثقل على المستوى البدني، وكانه فما ثقل على مستوى التفكير التكتيكي على ارضيه الميدان، ولكن الحمد لله دائما كره القدم
القدم أرقام، وبالأرقام المنتخب التونسي حقق المأمول إلى حد الآن، تخطى الدور الأول ثم تخطى المنتخب الغاني، المنتخب الغاني القوي والكبير الذي كان يفوت منتخب تونس تاريخيا، لأنه 7 مواجهات بين تونس وغانا كانت 6 انتصارات لغانا وتعادل وحيد، كسر القاعدة المنتخب التونسي وفاز بضربات الجزاء ويمر إلى منتخب ملغاشيا الذي قدم مردود متميز في هذه الكأس الإفريقية في أول ظهور لي بعد فوزه على منتخب نيجيريا وصعوده كأول المجموعة. واجه منتخب تونس، ممكن تونس كانت أنضج تكتيكيا، أكثر خبرة، لاعبين أكثر فنيات، أكثر سلاسة في التمريرات، أكثر حضور بدني. الهبوط البدني لمنتخب مدغشقر ترك المنتخب التونسي يمر دون عناء إلى الدور النصف النهائي الذي كان طموح الاتحاد التونسي والجماهير التونسية، ولكن عندما تصل إلى العين لازم تشرب، يعني واجب أن تشرب، وإن شاء الله المنتخب التونسي يشرب من هذه العين. أخيرا، يعني كيف رأيت النهاردة بعض المناوشات التي حدثت في المؤتمر الصحفي وما تأثرها على مباراة الغد، وما هو الذي تخشاه في مباراة الغد بين تونس والسنغال وتحديدا للمنتخب التونسي؟ صديقي العزيز، هي نفس المناوشات التي شاهدناها في 2017، هكذا هو الإعلام السنغالي، وكأنه جاي خصيصا للمدرب التونسي ألان جيريس، لأنه فيه إشكال عدم مرور المنتخب السنغالي إلى المستوى العالي في 2013-2015 مع الناخب التونسي ألان جيريس الفرنسي الذي كان على رأس المنتخب السنغالي، ممكن ترك نوعا ما من اللوعة أو من البغض داخل قلوب الأشقاء السنغاليين، صارت الفوضى، بلبزة داخل الندوة الصحفية، ولكن هذا لن يؤثر على أداء المنتخب التونسي، لن يؤثر على أداء الإعلام التونسي، كل الأمور متعودين بها، تبقى أمور ثانوية، فقط التركيز واجب من اللاعبين والجاهزية البدنية والتكتيك الرسمي لمواجهة هذا العملاق السنغالي للأمانة، لأنه عنده مجموعة من لاعبين فرديات متميزة للغاية، ولكن المجموعة لا تصنعها النجوم، وهذا حدث في هذه الكأس الإفريقية، مو صلاح ما أدراك، زياش ما أدراك، مغرب غادرت، مصر غادرت، النجوم لا تصنع آمال الدول، ولكن روح المجموعة هي اللي تصنع الألقاب في هذه المسابقات. إن شاء الله روح المنتخب التونسي وروح الجماعة هي اللي تأهل المنتخب التونسي. إن شاء الله بالتوفيق لكل العرب في هذه المسابقة، نحكي على تونس والجزائر. شكرا صديقي العزيز، شكرا، بالتوفيق لكم. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا طبعا مع الإعلاميين التونسيين المتواجدين في استاد 30 يونيو للتغطية البطولة طبعا والخاصة بالمنتخب التونسي. الآن عودة مرة أخرى إلى الزميل العزيز فتح الله زيدان وبرنامج تايم لايف.